مساءكم سعيد مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في النشاط الرياضي من قناة الأجواء. بداية ثمن مساعد مدرب شباب بلوزداد سليم سبع الفوز الذي حققه الفريق في مواجهة وداد تلمسان وإنهائه مرحلة الذهاب في الصدارة، وصرح سباح عقب الفوز على تلمسان: كنا بحاجة لهذه النقاط الثلاث لإنهاء مرحلة الذهاب في الصدارة. كما أضاف: اللاعبون قدموا مباراة في القمة، وهو ما يساعدنا في التحضير لمباراة الأسبوع المقبل لحساب رابطة الأبطال. يذكر أن فريق شباب بلوزداد توج بطلا شتويا للبطولة المحترفة بعد فوزه الأخير أمس السبت أمام وداد تلمسان. تمكن فريق مولودية وهران من تدعيم رصيده إلى 3 نقاط ثمينة عقب الانتصار الصعب الذي حققه أمس بميدانه أمام مولودية الجزائر بهدف لصفر في لقاء الكلاسيكو التقليدي بين الفريقين. ولم نشاهد أشياء كثيرة تستحق الذكر في هذه المواجهة، حيث تبادلت التشكيلتين المحاولات والفرص والتي افتقدت في أغلبها للفعالية والتركيز، ونجح أصحاب الأرض من صنع الفارق 10 دقائق قبل نهاية اللقاء بعد استفادتهم من ضربة جزاء جسدها لاعب جعبوط في شباك العميد التغطية لشرقي يوسف. اليوم كانت صعيبه ودارني ما شاء الله لي، كنا لازم علينا لي 3 بوين يحول لهنا باسكو بيردينا بزاف لي بوين في صطادنا في زبانا. الحاجه واش نقول لك، لي سيبورتير شوف لازم يتعمل، يعاود يتعمل زبانا، لازم يعاود يتعمل كيما زمان. سي فري ماكوش باغيين هذا، ماكوش باغيين هذا، ماكوش باغيين، بصح هذا اللوغو تاع لامسيو عاوني برك، عاوني وصفق عليا وعاوني وندير وحنا نديروا اللي علينا، راك فاهم؟ ما شو سي فري ماناش خالصين، واحد ما يدير واحد ما يدير واحد ما دار لاكراف. انا شوفوا لي زيكيب عندهم 9 بوان راهم يديروا لاكراف، حنا واحد ما خمم في لاكراف نوترينيو كذا، عاون هذا ما كان غير واحد يعاوننا بلسان الحلو هذا ما كان. سي فري عم بان عاني 5 سنين في وهران، نعرف سيتياسيون تاع المناص، عم بان بلا يعاني، عم بان بلا حاب شركه، بصح دوك اسكو الجوار راح يجيب شركه؟ ماشي جوي راح يجيب شريكه، لازم نديروا ليت في ليت خويا، بيت فالا بريميتو ما سيفلاش، لو كان صطاد مكلاطي يسيفلاه بلا مزيتو خويا، لا لا فالا ماشي نقول لك زعما ماشي فالا ولازم فالا، هذه لازم نديروا ليت. كما شفتوا المقابله تاع اليوم ما كانتش مقابله سهله، ضد فريق يحسن كره قدم وراه في المراتب الاولى، مي ان ميريت وين حنا كان اوبليجي علينا لي 3 بوان، وان شاء الله بفضل الله ربي وفقنا والحمد لله جبنا لي 3 بوان اللي تفتح علينا بيبان بزاف وترفعنا شويه في الكلاسمون، وان شاء الله باش نخدموا لا فاز دو روتور بكل ارتياحيه، وان شاء الله الروتور حاجه واحده اخرى ان شاء الله. لا معناها ديجا الخرجه اللي فاتت ما كناش راضيين على المردود نتاعنا، كنا ناملوا باش نجيبوا ديجا نقاط من تلمسان، ما حققناش الشيء هذايا، الشيء هذايا قلقنا بزاف. عاودنا هدرنا مع اللاعبين، كنا نعرفوا اللي خاصنا بعض اللاعبين اللي ما همش في النيفو نتاعهم، حبه حبه قاعدين نخدموا ونا كومبونسي بالجروب الموجود، عطينا فيهم الثقه الحمد لله. اليوم عليها الكومبورتمون كان احسن في التيران، نعرفوا اللي المنافس مولوديه الجزائر سي با نابورت كي، خارجين زاده هما من خساره، فريق مجروح احنا زاده مجروحين، احنا زاده معناها مستحقين النقاط نبقاو في المكان في بلادنا باش نخدموا مرحلة الذهاب على الأقل كما نقولوا افيك نوت بوزيتيف. الأولاد يعطيهم الصحة، كنا ديجا بروميير ميتون شفنا اللي سجلنا هدف، الهدف هذا ألغية، ما حبيناش نقلقوا، قعدنا كوميم كونسونتري وحبينا معناها ندوا توت لي شونس نتاعنا توت أون غاردون كما نقولوا بوكو دو كونسونتراسيون في لي فاز ديفونسيف، نعرفوا لي لمسية تقدر تسجل في أي وقت. قعدنا احنا معناها مركزين دفاعيا وميم طون حاولنا معناها نحطوا الكره في الارض، ولو هذايا ما صارش معناها توت سويت كانت البريسينغ قوي من طرف مولوديه الجزائر، كي كل خطره نخرجوا من البريسينغ نتاعهم الضغط نتاعهم عملنا حاجات تري انتريسونت. دوزيام مي طون لقينا معناها بعض الحلول باش نلحقوا ال 18 متر نتاعهم باش نخلقوا الفرص، ما كانوش فرص بزاف، ما الفرص اللي جبناها معناها كان كل خطره نجموا نديروا بها الخطر. دونك الحمد لله جات معناها ضربه الجزاء في الوقت اللي نستحقوه، كنا دون دي مومون فور. من بعد ضربه الجزاء بالافتتاح النتيجه
شفنا زاد الضغط نتاع الادفيرسير اللي خلانا زاد بوكو دو ديسباس اون ا سو بروفيتي اون ا بروسيدي اون كونتر اتاك كنا زاد قادرين باش نجيبو دي سيتوياسيون دو جو اللي خاولونا باش نسجلوا الهدف الثاني مع الاكسبيرسيون بعد نتاع جنينا خلصت لنا شويه الحسابات في الدقائق المتاخره دونك رجعنا اكثر للدفاع حاولنا معناها نحافظوا على النتيجه هذيا وبينا اللي وقت نبداو فريمون فريق كامل متساند باللي يلعبوا باللي ما يلعبوش الانرجي هذيك تكون موجوده والطاقه الايجابيه موجوده والحمد لله معناها المره هذيا كما نقولوا خلينا 3 نقاط عندنا. تعثرت شبيبة سكيكدا في أرضية ميدانها مع أول لقاء لمرحلة العودة من المحترف الثاني موبيليس أمام الجار اتحاد الشوية أين دخل الفريق المحلي بالرديف بعد إضراب معظم كوادرها هذا ولم تسجل أي خطورة وتذكر طيلة مجريات المقابلة التي سادها اللعب العشوائي والمحاولة الجد محتشمة طيلة مجريات اللقاء ليفترق الفريقين على التعادل السلبي. التغطية للزميل أحمد علي لاور. لقاء اليوم ضد اتحاد الشاوية كان جوزناه في ظرف خاص العام والخاص من مدينة سكيكدا يعرف الوضعية المزرية اللي مر بها الفريق. احنا اليوم دخلنا اللقاء بتشكيلة اغلبها من لاعبي الرديف بالإضافة الى بعض من عناصر الاكابر وبحصتين تدريبيتين فقط، وحنا كطاقم فني حاولنا نصطدم في إرادة الشبان والحماس بالإضافة إلى البعض من خبرة لاعبي الأكابر. اليوم احنا بالنسبة لنا حقيقة احنا شبيبة سكيكدا حبت تلعب الأدوار الأولى ولحد ساعة قادرة تلعب الأدوار الأولى وتفرح شارع سكيكدي، ولكن في هذه الظروف الفريق تاعنا دخل بكل عزيمة وكما نقولوا احنا نقطة رانا راضيين بها ونشكر بزاف اللاعبين وخاصة كما نقولوا الوضعيه اللي قالت لها الفريق بحصتين تدريبيين في المقابل اتحاد الشاويه جاء اليوم وكل عزم يتفر بالنقاط 3 ومحضر وممكن داير ستاج وكما نقولوا امور في نصابها. بالنسبه لنا احنا كطاقم فني وقت شده ان شاء الله كما نقولوا رانا كنا في اون بلاس وفي انتظار كما نقولوا كاين كما نقولوا امل وبشرى للفريق انطلاق ان شاء الله من هذا الاسبوع. مقابله يعني نقدروا نقولوا بلي سيطرنا على اجواء المقابله. في الشوط الاول نقصنا بزاف الفعاليه، كنا قادرين نسجلوا على الاقل هدف ولا هدفين، جاونا بزاف لي زوكازيون دوفون البوت. الشوط الثاني دخلنا شويه في التسرع، بحرنا شويه الكرات في الهجوم. على كل حال هذه كرة القدم، احنا كنا جايين باش ندو 3 نقاط. انا ليا هذه ماشي نتيجة ايجابية على كل حال. زيدوا الاضافة فريق شبيبة سكيكدا لعب بالفريق الرديف، يعني يا شوف كرة القدم ما كانش رديف، الرديف كي يدخل داخل التيران راه جاني يمد كل كاع واش عنده، يحب يبروفي بلاصتو، يحب يجيب بلاصتو. وحنا ثاني عندنا رديف، عندنا لي جوار تاع الرديف، لاك سنترال قريب كاع من الرديف، عندنا لي جوار. شوف لي جوار جون كي يدخلوا داخل التيران يمدوا كاع الامكانيات تاعهم. على كل شحال من فريق كسر ظروفه مع الرديف، مع ليكيب لي زيكيب اللي يلعبوا بلي زيسبوار، كل مقابله عندها خصوصيتها، رديف ولا ماشي رديف. لي جان حنا عندنا لي جان في عمرهم 22 23 سنه، هما في عمر 20 19 سنه، جون تاع الرديف اللي ما يطمحش يلعب سينيور ما كان له يلعب، فهمت؟ دونك كي يلعب الرديف ولا يلعب سينيور انا عندي كيف كيف. في إطار مباريات القسم الوطني الثاني تغلب فريق اتحاد عنابة الناشط في القسم الثاني على نظيره نجم التلاغمة بهدفين مقابل 0. اللقاء احتضنه ملعب 19 ماي 1956 بعنابة. لمزيد من التفاصيل في تقرير الزميل عبد القادر مرزوق.
أخلطت مولودية بجاية حسابات فريق أهل البرج بعد فوزها بهدف لهدف بملعب 20 أوت رغم الأداء الجيد لزملاء اللعب بالفروم، غير أن التعب والعياء بسبب مقاطعة أشبال المدرب الحاج سليماني بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها ولم تسمح لهم بالفوز بنقاط المباراة. هذا ما جعل أشبال المدرب البجاوي كروف يستثمرون ويعدون بنقاط اللقاء عكس الأهلي الذي تأزمت وضعيته بعد إعلان المدرب عن انسحابه. التغطية لعبد الملك رفيس. أولا الفضل يعود لربي سبحانه الحمد لله على هذه النتيجة. ثانيا احنا على بالنا بليك مقابلة تكون إلكتريك، تكون شوية صعيبة الفريقين، بس فريق البرج يقدر يطمع شوية ما بين لي أربع مقابلات هذول مجايين، بالك ما يقدر يحكم شوية كش ما يطلع شوية يصادر لايسيد دو جويم. احنا على بالنا بليك فريق لي بدنيا حينهار بعد 60 دقيقة، وطلبنا من اللاعبين باش يركزوا ويكونوا واعيين ويمشيوا الكرة هكذا باش الفريق يجري يصدر باش يتعب أكثر يتعب البابلي فيت سفاتيكي. ونقول بليك فريق مولود بجا كانوا عندنا فرص واحد اخرين واستغناهم لو كان التركيز، يعني كنا بلوز اوفونسيف كو على فريق تاع برج باريريج اللي ثاني هو ثاني ما عنده الا دي انديفيدواليتي ما تحس بليك سو البلان فيزيك راهو مخصوصين رجعوا اليوم فوالا ما صدر امبوسيبل يحكم لك كاع لا رونكونتر، مي كاينه لاباط عندهم دي جوار تري تكنيك ملاح الله يبارك، وحنا استغنينا هذه الفرصه هذه تاع صدر الوقت راه معنا نمشيو نعيوهم باش نستغلوا الفرص اللي كانت عندنا. فيما يخص الفريق تاعنا الحمد لله نقول بليك ثلاث نقاط هي الصح بغض النظر على لا فاسون كيفاش لعبنا ولا الطريقه، ولا نقول بليك هذه اول انتصار خارج الديار بعد 11 5 ماتش على الاكستيريور دو فيكتوار برك في لافازالي، دونك ان شاء الله هذه هي ثالثه وهذه هي اولى من خارج الديار، دونك ان شاء الله منيحه المورال كما نقولوا احنا بزات لنا خدمه بزاف. نظن من جانب السيبري اللي طلعوا الجوار هذوك اللي انضموا للفريق مؤخرا مدوا الاضافه حقيقه، نظن ادينا مقابله يعني محترمه. للاسف تلقينا زوج اهداف يعني في سيدي بالاريتي، وحنا اكدنا خلال التدريبات وفي الريونيون تكنيك على بالاريتي هذو، نظن هذا هو المشكل اللي كان عندنا. زيادة على هذا الفريق اللي 25 يوم ما تدربش نظن فيزيكمون كان ابلاس، كانت لو ماتش يسودير ديون اوتر مانيير. نظن الصغير زيد المورال مع الهزايم هذه نظن راح ياثر بزاف على المورال تاع لي جوار، نحن نزيدوا نخدموا ونصحوا الاخطاء. والله يعني بكل صراحه انا يعني تمنيت قلت انا الاداره هذه باه يشوفوا مدرب باسكو انا كنت دي تي اس والتدريب هذاك ما كنتش دايرو خلاص في بالي. حكمنا الانتريم كي كان الفتره هذيك غياب المدرب هذا. أما في الورقة الدولية وفي أخبار محترفين الجزائريين وما يقدم أشبال الناخب الوطني جمال بالماضي من مستويات عالية في مختلف الدوريات الأوروبية والعربية، لمزيد من التفاصيل في تقرير الزميل سيد علي قمجة. نهاية أسبوع سارة للعديد من لاعبين المحترفين في مختلف الدوريات الأجنبية، ففي إنجلترا قاد الدولي الجزائري رياض محرز فريقه مانشستر سيتي للإطاحة بفريق فولهام في كأس الاتحاد الإنجليزي، وسجل رياض محرز ثنائيته وقدم تمريرة حاسمة واختير كرجل للمباراة، كما قاد مواطنه بالرحمة فريقه وستهام للفوز على فريق كيدرمينستر بهدفين لهدف، وحصل بالرحمة على تنقيط جيد في المباراة. أما في الدوري الإيطالي قاد متوسط ميدان المنتخب الوطني إسماعيل بن ناصر فريقه ميلون لحسم الديربي الكبير أمام غريمه التقليدي أنتر دو ميلون بهدفين لهدف، وقدم اللاعب بن ناصر مستوى عالمي طيلة الدقائق التي لعبها كما نال ثناء المتتبعين. وعرف لقاء نابولي ضد نادي ساليرنيتانا مشاركة فوز غلام بديلا في الدقيقة 76 وقيادة فريقه للفوز برباعية كاملة،
أما في الدور الفرنسي عرفت المواجهة التي جمعت بين أولمبيك مارسيليا وضيفه أنجي الذي يلعب في صفوفه اللاعب الجزائري بن طالب خسارة هذا الأخير بخماسية، كما عرف تسجيل بن طالب للهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 11. وفي الدور القطري قاد اللاعب محمد بن يطو فريقه الوكرة للتغلب على فريق السيلية، وسجل اللاعب محمد بن يطو هدفا عالميا مؤكدا بذلك فعاليته الهجومية وباعثا برسالة قوية للناخب الوطني جمال بلماضي عكس ما يمر به مواطنه بغداد بونجاح مع ناديه السد وصيامه عن التهديف وتواصل العقدة التي تلازمه منذ عدة مباريات. ويذكر أن بغداد بونجاح شارك أساسيا مع ناديه السد حتى الدقيقة 80 والتي لم يتمكن فيها من التسجيل، وترك مكانه لزميله أندري أيو الذي سجل ثنائية كاملة من الوقت المتبقي. وبهذا الخبر الدولي نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الرياضي. شكرا على حسن وكرم الإصغاء والمتابعة، في أمان الله.